فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب السؤال الثاني، هناك بعض الإخوة غفر الله له وهداه أخرج مقطع يرد فيه على سماحة الشيخ ويقول أن الشيخ يثني على الطريقة التيجانية الصوفية، ويستدل بمقطع للشيخ عام 2010 في زيارة وتعزية لأحد أصحاب الطريقة، نريد أن نبين الشيخ الموقف طيب. لكي تتضح المسألة التي كثر الجدل فيها. السؤال الثالث، نسأل الشيخ متى يستأنف الشيخ بارك الله فيه ومد الله عمره على عمل صالح في شروح كتب العقيدة؟ تفصيل كثير. نعم، موضوع الشيخ أنياس تحبون التعليق عليه؟ نعم، بالنسبة للثناء على أي طريقة أو أي مذهب أو أي فرقة، إنما هو بما فيها، ولا يجوز الإنسان أن يفتي عليها، أن يمدح أقصد أي طريقة أو مذهب أو فئة من المسلمين إلا بما فيها، وإذا مدحها بما فيها فلا ينفي ذلك عكسه، لأن الصفة لا تنفي إلا ضدها. ولذلك الثناء الكثير الذي ورد في النصوص الشرعية عن بعض الأمم، وبعضهم مثلا من الأمم الكافرة كما في صحيح مسلم من حديث ثناء عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه على الروم بخمس صفات جميلات، فإنما أثنى عليهم بما يعرف فيهم من الخير، ولا يقتضي ذلك نفي مقابله. وهكذا توسط المؤمن، فالله سبحانه وتعالى ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وهذه الموازين توزن فيها الأعمال، ولها كفتان، فيها كفة حسنات وكفة سيئات، ومن كان مؤمنا فإنه قلما تكون كفته واحدة. وهكذا كل الطوائف الإسلامية والفرق لديها ما يمدح ولديها ما يذم. لم يكن الشيخ إبراهيم عضوا في المجلس الأعلى ل... نعم، بالنسبة للشيخ إبراهيم هو من الدعاة ومن الذين أسلم على أيديه، هو الذي كان عزاؤه في ولده. وكان هو عضوا مؤسسا في الرابطة برئاسة الشيخ بن باز. نعم، برئاسة قبله برئاسة محمد علي الحركان، ولكن بعضوية الشيخ بن باز، وكان معه أيضا في المجلس مجلس الرابطة ورئيسه الشيخ بن باز. طيب، الاستئناف الشروح.